مرحبا بكم في برنامج بكل وضوح، وهو برنامج يقيم اللاعبين. اختياراتنا ستكون على كل لاعب من فريق في الدوري التونسي، في الدوري المصري، المغاربي، الجزائري، الدوري القطري، الإماراتي، السعودي وإلى غير، ثم تقييم لبعض اللاعبين الأوروبيين. اليوم نبدأ بتقييم لاعب النادي الفاخسي على المرزوقي، خصاله الفنية لهذا اللاعب الذي أحيانا يكثر الحديث الإيجابي لهذا اللاعب، أحيانا هناك بعض أقول النقاد السلبيين الذين يرون أن العلاء المرزوقي لاعب ليس له استمرارية في الأداء واستمرارية في النجومية، يعني أن تكون مستواك قار كل أسبوع وكل المواسم، وهذا صعب جدا في كرة القدم إلا لبعض اللاعبين نقول الذين يملكون خصال أخرى. سنتحدث عن علاء المرزوقي خصاله. أولا، علاء المرزوقي هو لاعب أنا حسب اختياري كفني أحبذ وجود هذا اللاعب في فريق، في أي فريق. لماذا؟ المرزوقي لاعب يتعب جدا الدفاع، المرزوقي يمتاز بالتحركات، لاعب رواق، وسنتحدث عن الرواق، ولاعب يقدر أن يلعب كمهاجم ثاني، وهذه خصال يحتاجها كل مدرب. المرزوقي يمتاز بالمعاضدة الدفاعية، يعني لاعب نشيط. المرزوقي لاعب له خبرة، يعرف يقف جيدا، كيف يتمركز التمركز الجيد في 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 وضعية جيدة تخول له تسجيل الأهداف. نحكي على الرواق الأيمن والرواق الأيسر. فلسفة كرة القدم العصرية، الكرة الأوروبية، تريد من الرواق الأيمن والرواق الأيسر، وهذا في تكوين اللاعب منذ سن 13 سنة، لأنه في سن 13 سنة في أوروبا يصبح اللاعب يلعب 10 وحارس، يعني قبلها يلعب 8 وحارس، 7 وحارس، في الأصناف العمرية متاع 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة يصبح اللاعب يلعب في الملعب الكبير. بالتالي نعلم اللاعب الرواق الأيمن والرواق الأيسر، لاعب لابد أن يكون دفاعي وهجومي. لا وجود للاعب رواق في أوروبا الذي يلعب الهجوم وعندما يفتقد الكرة يجلس في مكانه، يعني يقعد في المكان هجوميا، وهذا موجود كثير في الدول العربية. وهناك بعض اللاعبين يتقلقون عندما يأتي مدرب متكون وله تكوين قوي وفاهم كرة ويفرض على اللاعب أن يقوم بالمهمة الدفاعية والمهمة الهجومية، تجد تقاعس، تجد غضب من بعض اللاعبين لأنهم مش متعودين في تكوينهم. المرزوقي يقول اللاعب الحوار، اللاعب المحور اللي هو على اليمين ولا على اليسار، لابد أن يكون لاعب يملك النزعة الدفاعية مع النزعة الهجومية، لأنه إذا كان اللاعب على الجهة اليمنى وسط ميدان، عندما يكون المدافع الأيسر اللي مقابله ويصعد إلى الهجوم مع وسط الميدان الأيسر، مع إذا كان مهاجم ثاني يلعب في الفريق يميل إلى الجهة اليسرى، يصبح على جهة المدافع الأيمن للفريق 3 لاعبين، وهذا صعب، صعب أنه يلقى معهم حل. بالتالي تكثر الأهداف على هذه الجهة، ونقول الناس اللي ما تفهمش كرة ستحمل المسؤولية إلى المدافع الأيمن وإلى اللاعب المحوري اللي هو على اليمين، لكن السبب الأول هو لاعب وسط الميدان اللي على اليمين لابد أن يقوم بالوظيفة الدفاعية متاعه. فإذا كان عندك رواق على اليمين واليسار يقوموا بالخطة الدفاعية متاعهم، ستجد دفاع متكامل، منظومة دفاعية، وبالتالي عند استحواذ الكرة نقول لاعب الرواق الأيمن هو الذي يحذق المراوغ، لا مكان لوجوده. لاعب في تكوين اللاعبين من سن 13 سنة إلى الفريق الأول لا يتحطه على رواق أيمن أو رواق أيسر وهو لا يحذق المراوغة، ثم يحذق التوزيع، أهم حاجة التوزيعات، يعني توزيعة تكون توزيعة من 3 والأربع توزيعات يكونوا 2 ناجحين، لأنه مش تحط واحد على رواق الأيمن كل توزيعة تمشي لقرادان، تمشي بعيد بعيد على اللاعبين، هذا لا يقدر. ثم لاعب له تمريرات، ثم أقول المرزوقي في ظل هذا كله المرزوقي يحذق نقول التوزيع. المرزوقي لاعب مراوغ ومشاكس، المرزوقي نشيط، مش نفهم الكرة، لأنه بعض الناس تنتقد في هذا اللاعب لأني ما تفهمش ما هو مطلوب من هذا اللاعب. ناس تختلف في حكمها، لأنه الحكم الفني يختلف على العامية. المرزوقي من وسط الميدان القليلين اللي هو من الرواق الأيمن تلقاه يدخل وسط، يعني نقول في مفهوم الكرة الحديثة 70% من المدربين الأوروبيين يحبذ إنه الرواق الأيمن ولا الأيسر، لما اللاعب المحوري، نقول اللاعب المحوري في الدفاع يأخذ الكرة، يجد لاعبين المحوريين يدخلوا وسط الميدان، بالتالي أصبح عندك وسط ميدان دفاعي
اذا انت تلعب 4-4-2-3-1 يصبح عندك 2 نكون صانعين العاب قبلهم اللي هو وسط ميدان دفاعي، وعندك 2 وسط ميدان اللي هو على اليمين واليسار يدخلوا الوسط. الوسط اصبح باش تلعب فيه الكره القصيره، بالتالي تترك المساحات للمدافع الايمن والمدافع الايسر، لانه كيكون المدافع الايمن ولاسقوا كما نشوفوا فيها في البطولات العربيه لاسقوا الوسط الميدان اللي على اليمين، انت تلعب ناقص لاعب ما تقدرش تصنع لاعب، او على اليسار يكون لاعب محوري على اليسار ولاسقوا المدافع الايسر ما تقدرش، خاصه كما يكونوا لاعب المحوريين او وسط الميدان دفاع عنده الكره يجد صنع اللعب في وسط الميدان ثم تفتح المسافات، بالتالي بعد اللاعب المحوري اليمين او اللي على اليسار يخرج للتوغلات نتاعه ويخرج على الرواق الايمن. وهذه الكره الحديثه المرزوقي سنة، هذه ايجابيه المرزوقي. سلبيه المرزوقي هو السرعه، القرار الذهني ما عندوش القرار الذهني الصحيح، اللي عنده يتعجل نقولوا السرعه، وهناك الفرق بين السرعه الهستيريه والسرعه المدروسه. ثم لاعبين هستيريين بسرعه هستيريه يحب يسجل هدف، لكن السرعه لابد ان تاتي في القرار الذهني الصحيح، يعني القرار مع السرعه هذا تنقص المرزوقي، ولذلك نشوفه يضيع الكثير من الاهداف، وهذه ميزه تجعل غضب بعض الجماهير. نقول هذه سلبيه المرزوقي. سلبيه المرزوقي البنيه الجسديه، المرزوقي الى حد الان لم يجد من يصنع منه، هو بنيه جسديه قويه لكن نقول الوزن بتاع المرزوقي، ثم لاعبين نقولوا بلغه الكره يتحلوا فيسع، هذه لازمها نظام غذائي ولازمها معد بدني ولازمها عنايه، لانه لاعب عنده نقول ميزات باش يعطي للفريق. نقول المرزوقي لو تحسن في القرار الذهني في تسجيل الاهداف، يعني التمركز نتاعو ديما يحط روحه في تمركز صحيح، وانتم تعرفوا مرزوقي ديما الكره في ساقيته يسجل هدف، لكن لابد ان يعرف القرار الذهني وسرعه القرار الذهني. تحسينه هذا يجي الا بسبيسيفيك، يعني بالتدريب الخاص، يعني اللاعب هذا لابد انه يخدم مع مدرب خاص وليتحسن. انا نشوف انه مرزوقي من اللاعبين اللي لهم مكان في كل فريق في تونس، ونشوفه عنده مكان حتى النخبه الوطنيه. شكرا لكم.